الحقيقة أنه العراق وإقليم كردستان كانوا إن لاين، يعني بنحسن نقول أنه مثل باقي الدول كانوا بحالة جاهزية وحالة توعية المجتمع. فنحن نحسن نقول أنه البريبريشن التحضيرات والبريفنشن والوقاية. من ناحية الوقاية طبعا صار في توعية لا بأس فيها. أنا بتذكر من وقت ما استضفتوني من أسبوعين تقريبا كان لسه على الببليك يعني نوعا ما عنده فكرة واسعة عن الموضوع. هلا صارت أوضح الفكرة بالنسبة للأشخاص أو الإنسان العادي، ما هو الفيروس، خطورته، الوقاية منه. فصار في نوعا ما وعي أفضل الحمد لله عن ما هو الفيروس وعن طريقة الوقاية منه. بنفس الوقت كمان كان في بالتوازي مع هالموضوع كان في احتياطات تم اتخاذها بالنسبة لوزارات الصحة، بحيث أنه الاحتياطات على المراكز الحدودية، عزل أو مراقبة الأشخاص القادمين، تأكد من خضوعهم من المرض. والحمد لله بنحسن نقول أنه الإجراءات سو فار يعني لحد الآن هي إجراءات جيدة جدا. الحقيقة أنه الإجراءات طبعا كل دولة إلى نوعية محددة من الإجراءات بتشوفها بترتقيها بناء على المعطيات اللي عندها. بالنسبة للعراق ووزارة الصحة ببغداد أو بالإقليم كان في إجراءات محددة أكيد يمكن طلعتوا عليها، هي بتتعلق بعزل القادمين لفترة 10 إلى 15 يوم تترافق مع فترة حضانة المرض. هذا بظن هالموضوع تم تطبيقه على كل المسافرين القادمين من الصين أو الذين كان لهم تاريخ سفر للصين. بغض النظر طبعا مو كل الدول طبقت نفس النظام، ولكن هذا النظام تم تطبيقه في العراق. هلا الشيء اللي كمان احنا صار بالتوازي مع هالموضوع انه صار ضمن الامكانيات ارتفعت امكانيات المختبر المركزي للتقصي عن المرض، وهذا شيء كثير ايجابي. الكتات او التجهيزات اللي بتخلي الكشف عن المرض بحيث انه نشخص المرض بشكل صح كانت موجودة، والحمد لله كل الحالات أو كل اللي تم الشك بأمره كان هو سلبي وما كان في أي حالة الحمد لله. هلأ أكيد ضمن التنسيق العالمي للموضوع بحسن أقول لك أنه النقطة الأساسية لازم ننتبه لها أنه so far since المرض started برأس السنة ب 31/12/1919 الانتشار كان نوعا ما مركز بالصين، وهذا دليل على نوعا ما ان كل دول العالم عم تطبق اجراءات وقائية احترازية من السفر وتحديد السفر للقادمين من هالمقاطعة بالذات بالصين. لليوم لتاريخ اليوم حالات الوفيات اللي صارت من هالمرض خارج حدود الصين هي حالتين فقط، وهذا الشيء بدلنا اذا بدلنا على اي شيء دول العالم بالمجمل قامت باجراءات جباره بهدف الحدود من انتشار المرض بشكل كبير خارج حدود الصين. او حتى دراسات مؤخرا بتقول انه حتى ضمن حدود الصين المرض بلش يتناقص، وان كان امبارح بيوم الخميس صعد ارقام المرض، ولكن معظم الباحثين بيشيروا انه هذا سببه اختلاف التشخيص وليس زياده الاصابه. الحقيقه انه امكانيه الحصول على المعلومات دقيقه يمكن صعبه نوعا ما، بدنا نعتمد على الدوله اللي فيها المرض بشكل اساسي وعلى CDC المركز الرصد والمحلي للامراض بهذه الدوله. بس بحب لكم انه يعني المشكله انه المرض هو يتشابه بتشخيصه مع امراض اخرى تنفسيه، فاحيانا احيانا بيكون التشخيص صعب. وحتى هلا الاليه التشخيص اللي اعتمدت لفتره طويله على الحمض النووي اللي هو DNA والار ان اي هلا عم بيحاولوا يبعدوا عنا قليلا لانه الاعداد كبيره، وعم بيعتمدوا على تشخيص اخر هو بيعتمد على صوره الصدر. فلذلك احيانا التشخيص بيكون في الحقيقه انه يعني وقت نحكي على المعالجه شو بنعني بالمعالجه؟ المعالجه هي
انه نشوف المريض الاعراض اللي تطورت عنده، مثل ما حكت الممثلة وزارة الصحة بهونغ كونغ، حكت عن شيء محدد انه المريض كان بحالة سيريس كونديشن، بمعنى كان في عنده اعراض سببها الفيروس. الفيروس مثل اي فيروس ثاني بيصيب الانسان، هو بيشفى تلقائيا او بيتطور باتجاه السلبي. فالمعالجة عم تكون انه نحاول نحافظ على الوظائف الحيوية عند الشخص للفترة اطول، بحيث انه جسمه يتغلب على المرض، وليس هناك دواء معين يعطى لهذا الفيروس بالوقت الحالي، ولكن هي الفكرة انه نحن بنحافظ على الوظائف الحيوية بشكل جيد. وهي حكت عن موضوع كتير مهم، انه صار في عنده شيء بنسميه كيدني فيلير، يعني فشل كلوي. الفشل الكلوي بالإمكان يتراقب بحيث انه ما يتطور نحو لا سمح الله وفاة، ولكن بيكون امور وقائية بحيث انه الجسم نفسه بيتغلب على المرض بعد فترة معينة. الحقيقة انه اكيد ضمن الوسائل التواصل الحديثة الاحتمالات كلها موجودة، ولكن الحمد لله فن رب العالمين. يعني احنا الطريقة اللي يعني شفنا المرض فيها من تاريخ 1/1 نحسن نقول او 31/12/2019 الى الان، لسه محور المرض هو الصين والاماكن يلي عم يسافروا فيها الناس من ووهان بالذات او هوبي الى دول اخرى. كون المرض لسه نوعا ما محصور بهالبؤره، بنحسن نقول الحمد لله ان الوضع افضل بكثير من ما كنا بنتخيله. ناندلس هذا لا يعني انه نحن ما نكون حذرين ويكون عندنا وسائل الوقايه والعنايه والتحضيرات المناسبه.